مولاتي وردة الربيع، شرفتوا القصر. سلطانة أنا تحت أمركم. ما بدي منكم ولا شيء، روح وقام، بدي نام. شو بدك؟ احكي وخلصني. سنبل ما عم بعرف لوين عم يروح ويختفي يا مولاتي. هاي اليوم من الصبح مختفي ومو مبين ابدا. شو دخلني؟ ولا تشغلوني بشي فاضي. ما قصدت هيك، بس درة خانم كمان ما بتعرف وين عم يختفي. بيكون راكد ورا الاعمال الخيريه تبع مولاته استثناه الدوران. والله بيجوز الموضوع مو هيك، الله يسترنا يا مولاتي. انت روح وفهم الموضوع وبعدين تعا احكي لي، مو تقعد تحكي على الفاضي. مولاتي سلطانة السلطانات، اللي شي خبر منيح، احسن ما فيش كل قهري فيك هلا. مولاتي أنا عرفت لوين كل يوم عم بيروح سنبل. اللي لوين؟ الظاهر سنبل فيه بحياته حدا، وهو عم يروح لعنده لما عم بيختفي. وهي الست ساكنة بقصر الصيد، وفي حواليها خدم وحشم والذي منه كمان، وحاطت على بابها مجموعة جنود ليحموها. كأنه هالملعون عم بيساوي لحاله حرم لك. شو قلتي مولاتي؟ سنبل مين بيكون لحتى يعمل هيك؟ لا، وبده يسكنها بقصر الصيد كمان. هيك شي ما بظن انه يتجرأ يعمله. والله شفته بعيوني يا سلطانة، وبالعلامة اليوم بعد الظهر. معناتها عم بيصير شي تاني بقصر الصيد، فهمت علي؟ روح وفهم منيح وشوف شو عم بيصير هنيك. ماشي وقام، واصحك حدا يدرى او يحس عليك. سلطانتي انا تحت امرك. شو صار معك وقام؟ احكي بسرعه. طلع الحق معك يا سلطانه، شكك طلع بمحله، انا رحت وتاكدت بنفسي. احكيلي لك. أنا اليوم رحت لهنيك، شو شفت لك شوفة؟ كان في بالحديقة وحدة حلوة بتاخد العقل. هي نفس اللي حكيت لي؟ لا مو هديك، وحدة تانية، هي مبينة أجنبية، بس ما فيني أوصف لك قديشها حلوة يا سلطانة. صدقيني بتاخد العقل. بس صدقيني ما بتوقف قدامك. مين بتكون؟ وشو اللي جابه على القصر؟ في واحد بعرفه موجود بالقصر، رحت شفته، سألته وضغطت عليه شوي، قال لي إنه ما بيعرف مين هاي المرأة، بس قال لي إنه إبراهيم باشا هو اللي جايبها على القصر. لكن إبراهيم باشا اللي جايبها؟ وقال لي كمان إنه عم يزورها. شكراً على هالخبر الحلو.